بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامج دوري الأولى. أسرة البرنامج يتمنون أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا من خلال المتابعة المستمرة لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، فقط جولة واحدة متبقية على انتهاء موسم هذا العام. إلى أبرز عناوين هذه الحلقة: وزير الرياضة يتوج الحزم، الشعلة يقلب الطاولة على الجبلين، الطائي وآمال العودة الممتازة، ترى من الهابط الرابع، عناويننا تلك وتفصيلات أخرى بإذن الله في ثنايا هذه الحلقة التي نسعد بأن تكون معكم على مدى ساعة ونصف بمشيئة الله تعالى. من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، يلتحق بنا عبر الرابط الفضائي الزميل الإعلامي الرياضي الحكم السابق العزيز القدير الأستاذ محمد المرواني. أبو خالد أهلا وسهلا بك، حياك الله، شكرا لقبول دعوة البرنامج ويا مرحبا بك. الله يحييك أخوي خضير، سعيد أني في هذه اليوم أني أكون معك قبل نهاية الدوري بجولة واحدة، وإن شاء الله نقدم ما هو مفيد بحسب خبرتنا في دوري الدرجة الأولى ومتابعتنا له، ونرحب يعني بالمشاهدين الكرام، ونتمنى أن نكون ضيف يعني خفيف الظل على المشاهدين ومتابعين دوري الدرجة الأولى. يعني جماهيرية الدرجة الأولى جماهيرية كبيرة يا أبو هزاع، وأنت رأس الحرم الإعلامي. الله يحفظك، في الجميع الخير والبركة، أجد الترحيب بك وأرحب هنا في استديوهاتنا في مدينة الرياض بزميل الإعلامي العزيز والقدير زميل فيصل المجد. أبو عبد الإله أهلا وسهلا بك، حياك الله، شكرا لقدومك من حوطة السدير، ورحبك وبارك لك أيضا بفوز الفيصلي أحد الأندية اللي كانت معنا في فترة قريبة في أندية الدرجة الأولى، وقبل يومين هو بطل أغلى الكوس كأس خادم الحرمين الشريفين، حياك الله أبو عبد الإله ويا مسهلا. الله يحييك أبو هزاع، مسي عليك وعلى أبو خالد وعلى السادة المتابعين، ونتمنى إن شاء الله أن نقدم حلقة تثري المتابعين الدوري الدرجة الأولى، والله يبارك فيك، ونبارك أيضا للزملاء في النادي الفيصلي. وفعلا يعني هذا الإنجاز، يوم من الأيام الفيصلي كان في دوري الدرجة الأولى لعدة سنوات، والحمد لله بالعمل وصل لأغلى الكؤوس، وإن شاء الله نرى أندية الدرجة الأولى تحقق هذه الإنجازات بإذن الله. يستاهلون، يستحقون كل التحية. أذهب معكم مشاهدينا الكرام إلى في المسهل للتذكر نتائج مباراة الجولة الأخيرة والتي لعبت قبل يومين. طبعا هي كانت بعشر مباريات كما هو المعتاد، وقد جاءت النتائج على النحو التالي: النجوم والنهضة، فاز النهضة بهدف، الساحل والفيحة، فاز الساحل على المتأهل من أندية الأولى الفيحة بهدفين مقابل هدف واحد، الخليج والكوكب التعادل السلبي حجر يكتسح بنتيجة كبيرة جدا، هي الأكبر في نتائج هذا الموسم، 8 أهداف دون رد على عرعر، الطائي فاز على الثقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ومن هذا اللقاء وبالطبع ما سبقه من نتائج الثقبة، تهبط الثقبة إلى دور الدرجة الثانية في الموسم القادم. الجيل والبكرية، فاز البكرية بهدف، العدالة والدرعية، فوز للدرعية بهدفين دون رد، والشعلة فاز على الجبلين بهدف. الحزم ونجران تعادلا سلبا، وأحد فاز على وأحد فاز في لقائه ليس على نجران، أحد فاز في المدينة المنورة
في الجولة الماضية على جدة بهدفين دون رد. إذن الزميل محمد، الإثارة التي أشرت لها في دوري الأولى تمثلت الحقيقة في عدة مباريات، من أبرزها مباراة الشعلة والجبلين ومباراة الطائي والطائي والثقبة، وما أثمر عن هاتين المباراتين من تغير في الترتيب في المركز الثالث. الحزم يستمر في طبعا المقدمة وبطلا لدوري الأولى من الجولة السابقة، رغم أنه تعادل في الجولة الماضية مع نجران، إلا أنه بطلا لهذا الموسم. طبعا استاذ خضير، يعني كانت المفاجأة الكبرى يعني في هذه الجولة حقيقة يعني مباراة الشعلة والجبلين، ليس مفاجأة في النتيجة، يعني متوقع يعني نفوز الشعلة. الشعلة فريق جيد وقاعد يقدم مستويات جيدة في دوري الدرجة الأولى، ولكن الحافز يعني الحافز كان أكبر للجبلين. أنا شاهدت المباراة، يعني كانت المباراة شوط بشوط، يعني الشوط الأول كان في سيطرة من الشعلة وكانت في عدة فرص، الشوط الثاني انقلب الحال يعني للجبلين، حق يعني عدة فرص للجبلين أنه يحسم النتيجة، لكن يعني كان الهدف القاتل يعني تقريبا يعني قضى على أمال الجبلين في الصعود إلا نسبيا، يعني ما ندري نتائج الجولة الأخيرة، لكن الجولة الأخيرة يعني كان الأمر بيد الجبلين، أصبح الأمر بيد الطائي الآن. صحيح. فالجبلين فرط في فرصة، يعني كان على الأقل يعني التعادل كان يبقي آماله قوية. صحيح. بسبب المواجهات المباشرة، لكن فقدوا يعني النقاط، ربما يعني كان في ضغط على لاعبين الجبلين، خاصة أن الطائي فاز في الجولة في اليوم الذي يسبقه بثلاثة أهداف على الثقبة. وطبعا يعني الجبلين فريق مكافح، يعني من بداية الدوري وهو في المراكز الأولى، يعني لم يتأخر كثير عن المركز الثالث إلا في هذه الجولة أو في جولة سابقة. يعني الجبلين كان متمسك يعني بشكل كبير، يعني وحقيقة كان يقدم مستويات طيبة ومستويات جيدة. ممتاز. بعكس الطائي اللي كان بدايته سيئة في يعني في خمس جولات ما حصل على أي نقطة، كانت النقطة الأولى كانت أمام أحد في الجولة السادسة على ما أعتقد، بعدها انطلق الطائي نحو الصعود بقوة، ويعني وهو فريق كبير بلا شك. إذا الطائي كما تشير زميل محمد هو تقدم في الترتيب مشاهدينا الكرام، وتأخر الجبلين ترتيبا واحدا، فالحزم بتسعين نقطة كرقم قياسي في تاريخ أندية الدوري الدرجة الأولى، وخصوصا بعد زيادة الأندية إلى 20 ناديا منذ 3 أعوام. الفيحة ثانيا ب80 نقطة وأيضا برقم قياسي. الطائي الثالث ب74 نقطة. إذن الطائي يتقدم إلى الترتيب الثالث من خلال الجولة الماضية، هو الجبلين يتراجع إلى الرابع ب73 نقطة، فهجر الخامس ب54 نقطة، ولاحظوا الفارق النقطي بين الرابع والخامس، وحد السادس ب53 نقطة، والخليج السابع ب52 نقطة، الشعلة الثامن ب51 نقطة. الكوكب يأتي في الترتيب التاسع ب51 نقطة، والساحل العاشر ب46 نقطة، العدالة الحادي عشر ب45 نقطة، ثم الدرعية أيضا 45 نقطة، ولكن في الترتيب الثاني عشر جدة 13 45 نقطة، والجيل الرابع عشر 44 نقطة، نجران 15 42 نقطة. المراكز الخمسة التي عليها الخطر، طبعا تبقى نادي واحد، 4 أندية 3 أندية هبطت، يتبقى الأمر محصورا بين 16 نادي النهضة ب39 نقطة، ثم البكيرية 17 ب39 نقطة. الثلاثة أندية التي هبطت: الثقبة 34 نقطة، 18 وعرعر 26 نقطة، 19 والنجوم في الترتيب العشرين ب23 نقطة. إذا بالفعل التغيير في الترتيب في آخر الخطوات يعطي الأفضلية للأشهب كما يطلق عليه محبي نادي الطائي بالتقدم وتحقيق الأمل للعودة الممتازة. والدرجة الأولى كما عودتنا دائما على الإثارة وعلى الندية، ولا تعرف المواجهات التي تكون ما بين الأندية، لا تعترف بمراكز الترتيب أبو هزاف، لذلك
الطائي يجني ثمار العمل المتواصل ويجني ثمار الاستقرار والبحث عن إرضاء جماهيره التي تطالب بعدة سنوات للدوري العودة الممتاز. في المقابل نجد الجبلين يفرط صراحة في آخر الدوري بهذا الاستحقاق اللي هو صعود للدوري الممتاز. استحق الطائي نتاج عمل، نتاج تكامل ما بين عمل الإداري والشرفي وأيضا الجهاز الفني ورغبة اللاعبين، هدفهم واضح رغم أنهم في بداية الموسم وجدوا هجوم من 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 الجماهير، لكنهم يستحقون ما هم عليه الآن ونتمنى لهم. إحنا حنجي إن شاء الله في تفصيلات أخرى أيضا معنا، لكن طبعا في المقابل الزميل فيصل والزميل محمد بلا شك الفارق الحقيقة هذا الموسم والنادي المتميز الذي ظهر بأرقام قياسية عدة هو نادي الحزم، كما سافنا 90 نقطة في الترتيب الأول وبطلا لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان لهذا العام، على الأندية فوزا 28 حالة فوز، وأقل ومع البكيرية هو الأقل الأندية تعادلا بست حالات فوز، أقل الأندية خسارة بثلاث خسائر، أكثر الأهداف تسجيلا 77 هدف حتى الجولة قبل الأخيرة، وأول مكرر مع ثلاثة أندية بأفضل الأندية دفاعا وحراسة مع الحزم، طبعا الحزم مع الفيحة وكذلك مع الجبلين ب 27 هدف، كل الأرقام القياسية الحقيقة حققها الحزم. الحزماويون خصوصا ومنتسبو الدوري الأولى عموما سعدوا الحقيقة كثيرا نهاية الأسبوع الماضي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي آل فيصل وزير الرياضة لتتويج بطل الدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، رغم المشاغل الكثيرة والارتباطات الكثيرة لسموه إلا أنه كان حاضرا الحقيقة ومشرفا للدوري ككل وللحزم بشكل خاص. دعونا نتذكر حقيقة قبل التتويج بيوم كان سمو وزير الرياضة في زيارة رسمية كوزير للرياضة لجمهورية مصر الشقيقة، برنامج حافل بدأ صباحا في 10 صباحا بلقاء مع فخامة الرئيس المصري، ثم حضور للبطولة العربية لكرة القدم للصالات، ثم عودة للرياض في نفس اليوم اجتماع مع وزير الرياضة الجنوب أفريقي في 11 مساء، وفي 7 مساء من اليوم التالي في محافظة الرأس متوجا لنادي الحزم. شكرا سمو الوزير، والحقيقة مثل هذه الأشياء هي تفرحنا جميعا بلا شك، هي تدلل من جديد على قرب القيادة الرياضية من الشباب والقيادة السياسية أيضا من أبناء الوطن، وتعطي الجميع الحقيقة فرصة للفرح بطبعا لقاء المسؤول الأول عن الرياضة يفرحك عندما يكون حاضرا لتتويجك. أستاذ محمد، رغم ارتباطات سمو الوزير يتوج نادي الحزم ويفرح الحزماويون باللقاء. طبعا أول شيء نبارك لنادي الحزم طبعا الصعود وتحقيق المركز الأول بفوارق كبيرة. طبعا حضور الأمير عبد العزيز بن تركي للتتويج كان فرحا آخر، وكان إلهاما لدوري الدرجة الأولى جميعا، يعني تكريم لجميع أندية الدرجة الأولى أنه يحضر التتويج في هذا اليوم، رغم زي ما قلت أستاذ خضير مشاغلها الكثيرة، يعني خلال يمكن إذا حسبناها ممكن ما تجي 36 ساعة كان الأمير في القاهرة، كان في الأمير يحضر بطولة، كان يلتقي بفخامة الرئيس السيسي في مصر، يعني كانت يلتقي برئيس نادي أتلتيكو مدريد في الليلة نفسها قبل الحضور للرس. طبعا نتذكر مقولة سيدي سمو ولي العهد حفظه الله عندما أعطى مثلا بالوزير الشغوف للعمل المبدع على الأمير عبد العزيز بن تركي، يعني حقيقة ما نشاهده في الرياضة السعودية منذ تولي سموه رأس الهرم الرياضي في الوزارة، اهتمام كبير ليس في مجال واحد بل في جميع المجالات في جميع الرياضات، يعني لما يكون الوزير يحضر المناسبات، يعني دوري الدرجة الأولى يمكن قدر متابعتي لدوري الدرجة الأولى لأول مرة يتوج وزير صحيح يمكن فريق في دوري الدرجة الأولى،
صحيح. وربما نشاهد سموه يعني في مناسبات أخرى، ربما نشاهد سموه يعني حتى في الألعاب المختلفة كان يحضر سموه. يعني حقيقة سمو الأمير مكسب للرياضة، مكسب لنا جميعا، مكسب للأندية، مكسب للوطن جميعا. بلا شك، فهو بلا شك. أكيد يعني الأمير يعني رجل رياضي، فلما يتولى المسؤولية رجل يعني رياضي يعني شيء يسعد الجميع. بلا شك. وأكيد أنه حيكون الأقرب للمجتمع الرياضي. بلا شك، بلا شك، متلمس حاجاته وعارف أن الحساسية الرياضية، الإحساس الرياضي موجود لديه. نعم، الإحساس الرياضي حقيقة يعني صحيح. كان حضوره يعني أعطى لدوري الدرجة الأولى، دوري الأمير محمد بن سلمان، يعني قيمة كبيرة في هذا اليوم. بلا شك فيصل، بلا شك سمو الأمير الأربعاء في الرأس، وكما أسلفنا الثلاثاء في جمهورية مصر، من الرياض إلى جمهورية مصر العربية، ثم العودة باجتماع عملي طويل ومركز، واليوم التالي في صبيحة اليوم عمل في الوزارة، ثم مساء في تتويج نادي الحسم. احنا بشكل عام محظوظين في المملكة العربية السعودية بهذا الاهتمام على شتى المجالات بما فيها المجال الرياضي، الرياضة والشباب. وبلا شك الوزير يعني العام الماضي في نهاية الموسم، يعني ليس جديدا اهتمامه بأندية الدرجة الأولى وحضوره وتشريفه تتويج الحزم الذي يستحق. العام الماضي في نهايته زار أندية كثيرة بما فيها العين وبما فيها ضمك وفي منطقة عسير، فهذه المرونة. أيضا زائر النادي مفتتح المدينة الرياضي في نادي نجران. نعم. في منطقة نجران. نعم. والتقى بإدارة نادي نجران في مخص الأولى. هذا يعطينا مؤشر أن حرص حكومتنا الرشيدة على كل تنمية القطاعات، كل المجالات بما فيها مجال الرياضة والشباب، فيشكر سموه ونحن محظوظين في المجال الرياضي بهذا الوزير. بلا شك، وأنا طبعا كما أسلفت أشير إلى ما أشار له الزميل محمد، بالفعل أن لأول مرة سمو وزير الرياضة يحضر في تاريخ طبعا وزارة الرياضة يحضر للحقيقة. بلا شك أن من سبق سمو الأمير من وزراء ربما تكون مشاغل حائلا دون حضورهم، وإلا في الجميع قريب من كل رياضي في المملكة المحتفى بهم الأبطال نادي الحزم. ترى ماذا قالوا بعد التتويج؟ نذهب إلى جزء أول من اللقاءات عن بل الآن الجاهز هو كليب إهداء من أسرة إعداد البرنامج الزملاء عبد الرحمن العجمي وسعود القحطاني لنادي الحزم، بلا شك مشاركة لأفراح حزم الصمود والتحدي. الحزم يا عالي الشان يا الصيت الرفيع، الصعايب في طريقك تحل حبالها. الحزم يا عالي الشان يا الصيت الرفيع، الصعايب في طريقك تحل حبالها. سلونا الاحتفاء طبعا المقطع السابق صوتا وصلنا مع الشكر والتقدير من الأستاذ بندر الدوسري رئيس مجلس جمهور نادي الحزم في أغنية طبعا مسجلة فرحا بالحزم واستعدادا لطرب جماهيره في الموسم القادم. هذا طبعا هي العودة لنادي الحزم، مؤكد أن الحزماويين في الموسم القادم لن يفرطوا في البقاء ضمن أندية الممتاز، كما عودونا سيبقوا بإذن الله لسنوات طوال.
كما قدمنا قبل قليل الفرح عم كافة منتسبي نادي الحزم، ترى ماذا قالوا بعد النهاية. صراحة التتويج والصعود والدرع يعني ما جاء من فراغ، يعني احنا من بداية السنة لو تقرب المايك كابتن، من بداية السنة اشتغلنا مجموعة واحدة وكنا عائلة واحدة ومتكاتفين سواء إدارة سواء جهاز فني جهاز إداري. من بداية السنة من يمكن الجولة السابعة والسادسة ما حد يعرفه انه احنا 30 لاعب او 25 لاعب كل واحد ينافس على الخانة. فزي ما تشوف الأرقام هذه والصعود صعدنا احنا يمكن قبل بأربع جولات واليوم توجنا بالدرع، اللهم لك الحمد. ظهورنا بروح عالية زي ما أقول لك إنه إحنا عائلة واحدة والكل ما في لاعب، وقد قلتها قبل كذا في مقابلة، ما في لاعب ما يبغى يحقق الدرع، ما يبغى يصعد. الكل كنا عائلة واحدة، هذا اللي فرق. والله نهدي هذا الفوز ونهدي هذا الصعود عفوا وهذا التتويج، نهدي للجمهور الغالية اللي حضرت اليوم أول حضور لها، وبشكل عام نهدي لأهالي الرس جميعا. يعني أول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. فرحة كبيرة أنك تحصل على أغلى بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان حفظ الله، وبرعاية وشرف وزير الرياضة اللي أكرمنا بتواجده اليوم ورئيس الاتحاد السعودي الأستاذ ياسر المسحل. فرحانين ويعني زي ما تقول إن نحقق ونكسر أرقام قياسية على مستوى ممكن العالم، باقي لنا 3 نقاط لو نحققه نصير أول فريق بالعالم يوصل للنقطة دي حاليا يعني بالوقت بالموسم هذا. الحمد لله مبسوط، أشكر أخواني اللاعبين الجهاز الفني الجهاز الإداري قبلهم كلهم الأستاذ فهد المالك ونجل سلمان، ألف مبروك لنا جميعا، مبروك من للوالدين يهديهم البطولة هذه. العمل الدؤوب طول الموسم بقيادة الكابتن محمد دحمان والجهاز الإداري، ما قصروا معنا بأي شيء من تضمين رواتب مكافآت جميع الأشياء، كانت استثنائية هذا الموسم الحمد لله بعزيمة رجال، وكنا على قلب رجل واحد وأدينا وكملنا وسجلنا اسمنا بالتاريخ الحمد لله. لا شوف بالنهاية بات وجاب لنا نقاط كثيرة فداها البلنتي. أستاذ محمد خالد البركة كابتن نادي الحزم يقول يستاهل بات، وحتى لو ضيع البلنتي، طبعا هو الدقيقة تقريبا 81 ضاع البلنتي في مباراة الحزم، جاب لهم كثير من المباريات، ما يهم مباراة واحدة. ها والله أستاذ خضير باتو يعني الصفقة الأغلى والصفقة الأقلى والأحلى، يعني صحيح أتوقع أنها يعني من أسباب صعود نادي الحزم انتقال باتو من نادي البكيرية لنادي الحزم، يعني لاعب هداف لاعب مساند للمهاجمين، يعني حتى إذا ما سجل كان يصنع، لاعب كبير أتوقع يعني أنه حيكون إضافة حتى لدوري المحترفين إذا ما استمر مع نادي الحزم في دوري المحترفين حيكون إضافة جيدة، وإذا لم يستمر مع نادي الحزم يعني أتوقع أنه يكون له بصمة حتى لو بقي في دوري الدرجة الأولى مع أحد الأندية. أتوقع أن الفريق اللي يظفر في الهداف باتو يعني هو لاعب أحد سوريا إبراهيم كان الأبرز في التهديف، يعني صحيح. سوريا تفوق في النهاية مع سوريا يعني مع فريق الحزم يعني أجهز عناصريا بدنيا، في لاعبين يعني كثير خدموا برضو على باتو، كذلك في نادي أحد يعني نشوف اللاعب سوريا إبراهيم لاعب هداف وبارع، هو الهداف حتى الآن هو الهداف إلى الآن، نعم. وسجل يعني في منذ العودة في بعد رمضان يعني في شوال إلى الآن سجل 6 أهداف يعني طيب. فرق في العيد يعني عيد على الجماهير الحدية طيب. في العيد. محمد أنت أنا أعرف أنك محايد، لكن خلينا نسألك عن الجانب الأحدي وأنت قريب من شأن الأحدي، لو صار باتو لو صار باتو وسوريا في خط هجوم واحد توقع مؤكد أنه أحد ممكن يفرح والله بالصعود؟ مؤكد. شوف أستاذ خضير مؤكد أنه حنصعد، وأحد في عمل كبير لكن البداية السيئة كانت هذا الموسم محبطة لنا يعني جميعا. ممتاز. ولا كان في يعني كلام آخر لو جاء يعني مدرب مثل قدير خليل المصري من بدري أو مدرب آخر ممكن تكون النتائج أفضل. ممتاز. فيصل بلا شك الحزم والخطوات الجيدة، فريق كان فارق الحقيقة من مستهل الدوري، و
توجه بالصعود قبل 6 جولات ثم تأكيد بطولته وتحطيم الأرقام القياسية. بلا شك العمل التكاملي والمحافظة على المكتسبات أبو هزاع، هو هبط من الدوري ممتاز ولديه مكتسبات كثيرة حافظ عليها بإدارة واعية ودعم شرفي أعضاء ذهبيين كبير بصراحة، إدارة واعية تعرف كواليس وتعرف واعية رياضيا، تعرف انتقاء اللاعبين، يعني أرقام قياسية ما جت من فراغ إلا بعمل وبفكر إداري كبير واختيار موفق للجهاز الفني، وتحقق لهم ما أرادوا. يعني منظومة كرة القدم هي منظومة متكاملة ما بين إدارة يعني تعرف أهم الكواليس في الرياضة، في اختيار العناصر، اللاعب الأجانب، اللاعب المحليين، انتقاء جيد للجهاز الفني، قبل ذلك كله رسم الهدف، ماذا تريد من هذا الموسم؟ بعض الأندية لديها إمكانات قليلة فهي تريد البقاء فقط، بعض الأندية لا، تريد أن تحقق الصعود. إدارة الحزم رسمت على الصعود والعودة السريعة، وهذا يذكرنا بصراحة يعني تجربة الحزم والفيحة، عادوا لنا العام الماضي تجربة الباطن والقادسية بأهمية العودة السريعة للدوري الممتاز. إذن بالتخطيط والرؤية والعمل الجاد وتحقق لهم ما أرادوا وزيادة. أحيانا قد يكون من الصعوبة مكان لم تعد في العام الذي هبطت فيه، العام التالي صعب عليك العودة، صحيح، في العام الذي يلي، صحيح، أجواء والإمكانات. يعني قبل شوي نتكلم عن المكتسبات، في مكتسبات كثيرة، الشو الإعلامي، دافعية اللاعبين للعودة للدوري الممتاز، كلها حاضرة في السنة الأولى في دوري الدرجة الأولى. ممتاز. بعد سنوات يضعف هذا الدافع. هاشتاغ دوري الأولى مشاهدينا الكرام ظاهرا معكم على يمين الشاشة، نسعد بكريم تواصلكم من خلالها، نسعد بأن نجيب على أسئلتكم ونطرحها على الضيوف الكرام، أسعدونا بالتواصل من خلاله. نذهب الآن إلى فصل أول أيها الأكارم، ثم نسعد بمصافحتكم مرة أخرى، تكرموا بالبقاء معنا. محاولات سابقة غير ناجحة لهذا اللاعب، ثواني حاسمة مع نهاية الربع الأخير ومباراة هذا المساء. مجهود كبير يقوم به هذا العداء، روح القتالية عالية جداً. 35 كيلو جرام ليست بالوزن السهل في أول محاولة. مئة متر هي كل ما تبقى، يتقدم ويتجاوز العقبة الأولى ويتجاوز الثانية بشكل سلس. الرباع ثابت حتى الآن، قوة تحمل غير اعتيادية، هل سينجح بالتأهل للدور القادم؟ للثلاثية في الثواني الأخيرة، مستحيل. كم أنت كبير، ثلاثية من وسط المدينة، ما هذه الروعة، من أي كوكب أتيت؟ لا 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 لا، يا سلام، تهانينا للبطل على هذا الإنجاز. أجزاء من الثانية حطمت، ساعات من الأرقام. خربت عليك. إذا تعبت حد بيشلني. إذا تعبت أبد. قلت لي 4 كيلو. Come on!
البحر. بحرهم غير. العلو غير بعد. أرحب يا ماكس، العاشرة مساء الخميس على السعودية. مرحبا بكم أيها الأكارم، وأجدد الترحيب بضيفنا الزميل فيصل المويجد الإعلامي الرياضي، وكذا الإعلامي الرياضي الزميل محمد المرواني من المدينة المنورة. الزميل محمد، نتحدث عن الحزم الحقيقة وأيضا الفيحة، كان الفريقين فارقين الحقيقة في 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 في, في هذا الموسم. طبعا زي ما قال أخوي أستاذ فيصل، الفريق لما يهبط من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى عندما يحافظ على بعض المكتسبات ولديه القدرة كذلك المالية لتدعيم فريقه والمحافظة على بعض النجوم واستقطاب بعض اللاعبين، لأنه حيكون في هذا الوقت لديه الملاءة المالية أكثر من بعض أندية الدرجة الأولى. صحيح. فلذلك يعني الفرصة مهيئة له إنه العودة مبكرا لدوري المحترفين. إذا لم يستطع في نفس العام حتقل الموارد المالية، حتكون الموارد المالية التي صرفت زي ما يقولوا ذهبت هباء إذا لم يصعد الفريق، فيبقى في دوامة ربما يعاني منها سنوات عديدة. الحزم والفيحة كان عندهم عمل منظم، عمل جيد، عمل باستقطاب اللاعبين، كذلك لا ننسى الفريق الآخر العدالة الذي هبط، كان في البداية كان يقدم مستويات جيدة وكان منافس إلى حد يمكن الجولة العاشرة من دوري المحترفين، بعد ذلك ربما عدم الخبرة، عدم يعني فريق العدالة، عدم وجود الدعم الكافي للاستمرار قلص حظوظ العدالة. فشاهدنا الجبلين والطائي، ولا شك أن الجبلين والطائي يعني في منطقة حائل ما وصلوا للمنافسة هذه إلا مثلهم مثل الحزم والفيحة، لديهم الملاءة المالية. صحيح. سواء من أعضاء الشرف أو من داعمين أو من جماهير. يعني احنا نشاهد دائما يعني بعض الأشياء، بعض الحوافز، بعض يعني كمتابعين نجد يعني المجتمع الحائلي لديه الحرص على الصعود لدوري المحترفين سواء عن طريق منسوبية الطائي أو منسوبية الجبلين. لذلك يعني نشاهد يعني الوضع الطبيعي هو صعود الفيحة والفيحة، الحزم والفيحة طبعا، ومعهم العدالة. ذهاب العدالة، عدم قدرته على المنافسة أعطى الفرصة لفريق الجبلين والطائي للمنافسة يعني والاستمرار بها. ممتاز. نستمر في ردة الفعل أيها الأحبة لعريس هذا الموسم نادي الحزم، الجزء الثاني من ردة الفعل في الجانب الحزماوي والفرح بالتتويج. والله كان عندنا قبل هذه المباراة بعد ما وصلنا 89 كان الهدف 90، لكن يمدينا احنا عندنا 6 نقاط، كان يمدينا 95، الرقم القياسي هذا ممكن سنوات 20 30 سنة ممكن ما يتحطم، والحمد لله كنا نقطة جبناها، جبنا 90، هذا كان هدفنا من بداية الدور الثاني، الحمد لله على كل حال. شوف أنا ما أخفيك، هو من بداية الموسم كان هذا شغل رئيس نادي إدارة، أكيد إنهم اشتغلوا صح، عملوا صح عشان يوصلون لهذا الهدف. إن شاء الله أنا ما أتوقع يعني وعلى ما أظن وأتوقع الدراسة هي نفسها في الدور في الدور الممتاز، يعني أكيد راح يدرسونها صح، راح يشوفون لنا قبل سنة كان هابط الفريق ما راح يغلط الأغلاط هذه، إن شاء الله راح يفكر فيها بانتدابات المحترفين والسعوديين ويحقق مركز كويس للفريق إن شاء الله. ميدالية جميلة جدا. الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحمد لله من قبل ومن بعد. الحمد لله. من بداية الموسم هو يقدم مستويات جميلة ومستويات قوية. هذا الشيء ما تحقق إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ثم التخطيط السليم ووضع الهدف اللي راح يسير عليه بخارج الطريق نادي الحزم هذا الموسم. الحمد لله الآن شاهدنا الحزم يصعد ويعود بقوة إلى دوري
الأمير حمد بن سلمان للمحترفين يعود بأسرع وقت، يعود مسجلا أرقام قياسية حاصلا على الذي نشاهد اليوم برح سيدي سمو الأمير حمد بن سلمان. اللهم لك الحمد. هذا الكرنفال، هذا الحفل الكبير الذي تقدم إدارة نادي الحزم أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منسوب النادي لوزير الرياضة صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز الفيصل على حضوري هذا اليوم وتتويج نادي الحزم بنفسي شخصيا. أيضا التكريم وهذا الكرنفال أنا أعتقد أنه لأهالي المحافظة عامة أن يكون كرنفال احتفال كبير على ملعب نادي الحزم وفي محافظة الرأس. اللهم لك الحمد والشكر. شوف أنا لما أعلن هبوط نادي الحزم رسميا آخر مباراة الموسم الماضي يعني تقريبا يومين أو ثلاثة أيام وبدل استعداد لهذا الموسم، أولا وضعنا الهدف الأساسي اللي هي العودة السريعة، وضعنا الميزانية اللي راح نتحرك فيها في دوري الدرجة الأولى، عملنا جهد وجهد جبار وكبير أن نقنع لاعبين أجانب كانوا معنا في الدوري المحترفين وكانوا على مستوى عالي، أيضا بالإضافة للاعبين المحليين اللي كانوا على مبارزة كانوا إضافة قوية لنادي الحزم في دوري الدرجة الأولى. هذه العوامل وهذه النقاط هي من ساعدت مع توفيق الله سبحانه وتعالى أن نادي الحزم يعود ويعود بقوة بثقة وبعزم وبحزم. خلاص فيك يعني بدون جواب عن دبلوماسية بدون بعد ما شاهدت 10 مباريات 12 مباراة بالدوري الأول لحقنا ذلك الكبير، لحقنا اللي كان يسير علينا نادي الحزم دوري الدرجة الأولى. أنا أقول من بعد 10 مباريات 12 مباريات تكونت هذه الفكرة أن الحزم راح يفوز رياض الفضل. الحمد لله. نجدد التهنئة لنادي الحزم من هيئة شرفية ورئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة وكافة العاملين، أجهزة فنية وطبية ولاعبين وحتى عمالة النادي يستحقون التهنئة والتبريك، لهم من جديد باركنا لهم ونكرر الترحيب فهم يستحقون. في طبعا الجانب الآخر أسعدنا الحقيقة كثير كثير كثير، وأضاف نكهة خاصة إضافة إلى نكهات الدوري الأولى المتميزة، التنافس الطيب الحقيقة بين الطائي والجبلين والجبلين والطائي في طبعا أسابيع هذا الموسم. الناديين كان الحقيقة طبعا خصوصا بعد تحسن نتائج النادي الطائي كما نعلم جميعا بعد الأسبوع الخامس 0 نقاط ثم نقطة واحدة بتعادل، ثم انطلق بعدها الطائي ليلحق برقب المتنافسين واصل اليوم إلى ثالث الترتيب ويضع قدما في الدوري الممتاز، لديه الأفضلية ومؤكد أنه سيقاتل عليها. وفي الجانب الآخر أيضا نادي الجبلين لديه أفضلية وإن كانت أقل، إلا أن طبعا ما دام اللاعب جاريا والكرة في الملعب فالأمل باقية. الطائي فاز على الثقبة ب3 أهداف مقابل هدف واحد كما نتابع بفرحة لاعبي الطائي في هذه المباراة، وكانت أيضا الجماهير الطائية الغفيرة مساندة لناديها. في اليوم التالي التقى نادي الشعلة والجبلي وانتهى اللقاء بمصلحة الشعلة، ومن خلال طبعا هذه النتائج تقدم نادي الطائي في الترتيب. الثقبة إن عدنا للقطات المباراة مع زملاء طبعا خلال صورها زميل عبد الرحمن العجمي فيها طبعا يهبط نادي الثقبة هذه النتيجة ونتائج سابقة لها الحقيقة. الثقبة نتائج هذا العام لم تكن سارة لمحبيه، فقد هبط ب34 نقطة من خلال 9 حالات فوز و7 تعادلات، تلقى الفريق 21 خسارة هذا الموسم الحقيقة. لم يكن كما أسلفنا الثقبة ثقبة العام الماضي 44 هدف سجل ثقبة وعليه 60 هدف. إذن التنافس يعود من جديد وبالحقيقة نغمة جميلة في حائل. أبو هزاع، هذا يعطينا مؤشر لأهمية وجود الفريقين من منطقة واحدة. نحن نعلم أن الجبلين عمره في الدرجة الأولى سنتين، ووجوده في هالسنتين هو قريب للمراكز المتقدمة أبو هزاع،
حينها كان الطائي بعيدا عن المنافسة على الفرق المتقدمة، فلذلك من الطبيعي أن تعمل إدارة الطائي على إعادة هذا صائد الكبار للواجهة من جديد. وبداية الموسم لم نجد الطائي حاضرا في المنافسة وبعيدا، لكن هناك رغبة جادة من الإدارة الجديدة أنها تقدم الطائي وتعيده من جديد، والطائي لديه الإصرار والطموح إلى أنه يحقق شيء هذا الموسم، وبالتالي تمسك بهذا الاستحقاق إلى آخر جولات الدوري وتحصل له ما أراد الكرة الآن في مرماه أنه يحقق الصعود. الجولة الأخيرة ستحمل كثير من المفاجآت، لكن الجبلين يعني فرط بصراحة في المحافظة على استحقاقه في الصعود، لا زالت الكرة قائمة يعني في حال تعثر الطائي، لكن أرجع إلى أهمية المنافسة من منطقة واحدة للناديين. في الأخير أعجبني صراحة البيان اللي أصدره في النادي الطائي أن المنافسة داخل المستطيل الأخضر، وإلا خارج المستطيل الأخضر هم أهل وأحبه ولا يصل للتنافر والتنازع، يعني نقطة إيجابية صراحة تحسب للطائي، وهذا رياضتنا ولله الحمد معروفة أنها المنافسة داخل المستطيل الأخضر. الفائز حتما سنقول له مبروك، والخاسر نتمنى ألا تؤثر عليه هذه الخسارة وعدم. وأنا أيضا الحقيقة كنا الجميع أخوان، وترى علاقة نسب وجيرة وبين الجميع. قبل حوالي شهرين والله يسعدهم إن شاء الله ويوفقهم، ابنة رئيس نادي الطائي الستركي طبعا تزوجها ابن الأستاذ سعود الطرجم رئيس نادي الجبلين فترة سابقة، فالجميع تواصل محبة وقربة وأهل. نعم، والمنافسة داخل المستطيل الأخضر، لكن أشدد على نقطة إذا سمحت لي، لا سمح الله لأي فريق لا يحقق الهدف الصعود للدوري ممتاز، أتمنى ألا تؤثر عليه هذه الخسارة وعدم الصعود ويعيد مرة أخرى العمل ثم العمل ثم العمل حتى يلحق بركب المتأهل للدوري الممتاز. ممتاز، إذن التنافس كان حاضرا الحقيقة، ربما افتقد في دوري الأولى في المدينة المنورة هذا الموسم وجود نادي الأنصار في دوري الأولى منافسا لأحد فترات سابقة، لكن في حائل هذا التنافس الحقيقة وثمراته الطيبة شاهدناه على أرض الواقع زميل محمد بين الطائي والجبلين. طبعا أستاذ خضير، طبعا نتمنى العودة السريعة لنادي الأنصار لدوري الدرجة الأولى، ولا شك أن الرجال يعملون على ذلك، وصعود الأنصار لا شك أنه يثري المنافسة كما قلت، يعني كما قال أستاذ فيصل أنه لما يكون ناديين أو ثلاثة في منطقة واحدة يكون التنافس أكثر والعمل يكون أكثر جدية. طبعا الطائي والجبلين أول شيء نبارك المدينة حائل أنه حيكون لهم ممثل في دوري المحترفين في العام القادم لجماهير حائل سواء من الجبلين أو من الطائي، الجميع سوف يستمتع يعني بسهرات كروية ممتعة إن شاء الله. صحيح. بعد كمان قضاء جائحة كورونا سنشاهد الملعب ممتلئ بالجماهير، ولا شك الجماهير عاشقة ولها مدة طويلة عن دوري المحترفين، ووجود ممثل لها سيكون يرفع كل شيء في مدينة حائل رياضيا إعلاميا ثقافيا تجاريا، فمنطقة حائل منطقة جيدة وعزيزة، وكذلك احنا في منطقة المدينة المنورة الآن افتتح الطريق السريع بين حائل والمدينة المنورة، لا شك في جماهير في المدينة المنورة تتابع انديتها، ولا شك انها ستكون حريصة على الحضور لحائل لانها الاقرب لمنطقة المدينة المنورة. صحيح، يمكن حوالي ساعتين واقل بعد من اي ساعتين ونص تقريبا، ساعتين ونص تكون في حائل. صحيح، ايوه، فالتفاعل حيكون كبير يعني لمنطقة حائل لا شك، يعني أنا شاهدت يا أستاذ لما يقول الروح الرياضية بين الجماهيرية الجبلين والطائي والطائي والجبلين، أنا بعد المباراة الأخيرة أحرص أحيانا على دخول مواقع الأندية لمشاهدة ردود الأفعال، فالحقيقة شاهدت ردود أفعال عقلانية أكثر مما هي يعني ردود طائشة، يعني الردود الأكثر كانت ترحب وتقول يعني بالنسبة للذي لم يصعد ستكون الفرصة متاحة، والذي يصعد سيشرف مدينة حائل إن شاء الله. بس في نقطة كمان أستاذ خضير، نتمنى يعني لا يكون بداية الموسم يكون يعني كالمناطق اللي ابتعدت كثير عن دوري المحترفين،
لما يبدأ الموسم يكون جاهزية الملعب غير جاهزة بسرعة كبيرة أو بانطلاق الموسم، يعني تكون أحيانا 3 أو 4 مباريات تكون خارج الديار أو من شيء، هذا مؤثر. فنتمنى تكون مدينة الأمير عبد العزيز تكون جاهزة. ليست بالكثير من التعديلات، الملعب جيد، المدرجات جاهزة، توقع في غرف الملابس فقط والحكام. نعم نعم نعم، ولا شك يعني سنشاهد زيارة لوزير الرياضة لمنطقة حائل مثل ما شاهدنا العام، زيارة للاطمئنان على الملاعب ومشاهدة التجهيزات. يستحقون كل اهتمام وكل رعاية. إذن أيها الأكارم، الشعلة في الوقت بدل الضائع يفوز على الطائي بهدف. لي يعني بتفكر وبتدبر يعني يتابع كل تفاصيل المباراة وتفاصيل هذا اللقاء، يريد النتيجة، يريد الانتصار أولا والبحث بعد ذلك عن التعادل، لا يريد الخسارة. هنا الكرة الملعوبة وخسر فريق الجبلين. هنا الهدف، لكن الحكم نعم يحتسب الهدف، الهدف لفريق الشعلة في الدقائق الأخيرة القاتلة. فريق الشعلة، فريق الشعلة لا أقول يقلب الطاولة، فريق الشعلة يسجل. هذا الفريق الكبير الذي لم يرمي المنديل، نعم فريق يعني قاتل منذ بداية هذا اللقاء حتى قبل النهاية ويسجل بتيكي. هذا اللاعب من غينيا بيساو. هنا الكرة المنقولة والهدف في المرمى، هدف نعم. الأفراح تتجه للفريق الشعلاوي وتتجه هناك أيضا في حائل لأبناء الطائي. طبعا الشعلة فاز على الجبلين وليس على الطائي، لكن ربما ارتباط التنافسية الكبيرة بين الناديين وتأثير نتيجة هذه المباراة تجاه اسم الطائي. إذن الشعلة يفوز على الجبلين بهدف، ولعل ردة الفعل عندما كانت الكاميرا على الأستاذ فايز المعجل فيها الكثير من الإحساس أنه والله فقدنا الفرصة. فيصل فعلا حسرة، يعني فريق قاب قوسين أو أدنى من الصعود للدوري الممتاز، نتيجة موسم كامل هو في ثبات في المراكز المتقدمة في المركز الثالث، في آخر لحظة يفقد هذا الاستحقاق ويتراجع، يتنازل المركز الثالث ويتجه للمركز الرابع. بالتالي الحسرة ليست على رئيس النادي فقط وإنما على جماهير الجبلين. أعرف كثيرا من الزملاء وصار في تواصل بيني وبينهم في الفترة الماضية، فعلا متضايقين من موضوع ومستائين من موضوع النتيجة، لكن هذه كرة القدم وهذه إثارة الدرجة الأولى، ونتمنى التوفيق لهم في قادم الأيام. ممتاز. هذا مشاهدنا الكريم زميل محمد فهد الثواب، وإن شاء الله التغريدة تكون جاهزة. زميل عبد الرحمن يعطيك الف عافية. طبعا احنا اليوم معنا أيضا في طيب خلينا ناخذ التغريدة. هذا فهد الثواب، دوري الأولى، هل تتوقع مقدرة الجبلين بالمحافظة على مكتسباته والمنافسة في الموسم القادم إذا ما كتب له الصعود هذا الموسم؟ زميل محمد، بالنسبة للجبلين من العام الماضي يعني صحيح كان من المنافس، وهذا السنة كان أقرب، يعني العام كان العام كان قريب وهذه أقرب. صحيح قريب، وهذه السنة أصبح أقرب، ربما الموسم الجاي يصعد الجبلين. ليش لا؟ لأن عنده العناصر موجودة، يحافظ على نفس العناصر، يطعم الفريق بعدة لاعبين من بعض الفرق، ممكن من الفيحاء أو من الفرق الصاعدة، مو من الفرق الأقل، ممكن يصعد الجبلين، خاصة إذا كانت فيها الملاءة المالية لرئيس النادي والأعضاء الشرف موجودة. الجبلين قادر على الصعود للموسم القادم ومرشح قوي يعني. ممتاز. ردة الفعل بعد نهاية المباراة الشعلة هو الجبلين، والتي كما أسلفنا انتهت لمصلحة الشعلة بهدف على الجبلين. الحمد لله، والله احنا من وقت ما جاء المدرب هذا عازمين ان اول شيء نحسن من مركزنا،
وجاهزين نقدم، والحمد لله اليوم لعبنا مباراة كويسة، هذه تجهيزنا إن شاء الله للموسم الجاي مع المدرب إن شاء الله. والله ما في سبب، احنا عندنا يعني جمعين نقاط وجاهزين نطمح نحسن مركز أفضل وأفضل. يعني اليوم لعبنا باسم الشعلة، أجب له ما شاء الله فريق قوي، فريق ينافس بإذن الله، إذا له توفيق مباراة الجاية بيصعد، لكن احنا معنا منطقة عبور، من جاء بيطلع من عندنا أو يصعد من عندنا. والله الحمد لله الحمد لله، السنة هذه يعني من أفضل سنة اللي جاء سلع فيها بدور الدرجة الأولى، يمكن محققين 12 كلينشيت إلى 13 كلينشيت في الموسم الحمد لله. لا ولا أي وعد ولا شيء، هو اللي احنا لاعبين عنه انه بيعطونا حقوقنا نهايه الموسم، ناخذ حقوقنا كامله. يعني هذا شيء حافز لنا نقدمه عشان ناخذ حقنا، كل واحد بياخذ رزقه في الكوره. مجهود الاداره ومجهود اللعيبه، وكل مباراه ننزلها نحترم الفريق سواء من كان. يعني عوده الجماهير اثرت عليكم انتم كلاعبين؟ اكيد الجماهير اكيد تاثر على اللعيبه، كل الانديه تاثر عدم حضور الجماهير. يعني عودة الجماهير عطت حافز، عطت جمالية للدوري. بغض النظر عن جبلين، حنا نزلنا مركزين زي أي مباراة، زي كل المباريات الراحة، بعطيهم العافية وما قصر، الله يوفقهم. الفرحة عادية، بس الفرحة ذي كنا متحدين بيننا وبين اللاعب. يعني هو كان مصاب وخش، قال أنا لما خش بسجل. إيه وتوفق، الله يوفقه ويوفق الجميع إن شاء الله. أكيد أكيد عندنا طموح كبير مرة الموسم الجاي إن شاء الله بإذن الله، ما أقول لك صعود، بس إحنا الموسم الجاي ندخل بقوة يعني إن شاء الله، كمجموعة كإدارة في نية نقدم شيء أفضل من هالموسم. لا والله دخلنا بالفوز وخارج الأرض شوي، كان فريق الشعلة كويس كثير. يعني هذا أنا ما ودي والله أطلع اللقاء أصلاً، بس أصابوني أستحي قدام الجمهور والأداء اللي قدمناه، بس الحمد لله. طبعا ما بصبك هو النظام كذا لاختيار اللاعبين. كابتن اليوم الآمال صعبة، أنتم كلاعبين الآن هل في إحباط ولا راح تلعبون حتى مباراة الساحل بكامل مجهودكم بكامل عطائكم بغض النظر عن مباراة الطائية وعرعر؟ لا أكيد الفرصة بعدها موجودة، بنعطي 200% مو 100% بعد مباراة الساحل، وإن شاء الله نجيبها. أكيد كانت الأمور فيدنا، حين فيد الطاي هو اللي قدامنا بنقطة، بس نقول إن شاء الله. وطول الموسم إحنا المركز الثالث، يعني عشان كذا الكسرة جت قوية، فعلى آخر مباراتين تصير المركز الرابع خلاص تحطم. لا والله ما فكرنا فيها، بس زي ما شفت الجول آخر دقائق خلاص. مرحبا بكم من جديد، كل الشكر والتقدير للزميل عبد العزيز الحميد، كان في اجراء لقاء مباراه الشعلة والجبلين والزملاء راشد القعود وفهد المالكي في مباراه الحزم ونجر. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله يتواصل الزملاء المراسلين في المباراه المقوله في الجوله الاخيره القادمه. عبد الرحمن العجمي عبد الرحمن الدغريري كان في اللقاء طبعا نادي الشعلة، هو اشار الحقيقه الى نقطه ودنا نتحدث عنها مع ضيوفنا، لانه والله احنا ما احنا نقطة عبور بالنسبة للأندية، يقول هكذا. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لأحمد المحميد، شكرا لك على خروجك، طبعا لعب نادي الجبلين بعد النتيجة طبعا خسارة الفريق، لكن كما قال الزميل عبد العزيز هو النظام أن يحضر اللاعب في كل الحالات سواء كان منتصرا أم خاسرا للمباراة، وتشكر أحمد على خروجك وليس بمستغرب، ونتمنى لكم كل التوفيق في قادم المباريات. هل مثل ما شار عبد الرحمن الدغريري، هل ليش احنا ناخذها مثلا والله منطقه عبور، ما انا منطقه عبور، انا هي مباراه، انت صاحب الحظوظ اجتهد واخذ الفوز. ليش احنا دائما ننظر انه والله ما ابغى اقول تساهل ولا تاخذ ان شاء الله الجمع اكبر من كل هالامور، لكن في المقابل انت صاحب، اين اكون طائي جبلين منفي، خلينا نمشي حسب الترتيب، حزم فيحة بعدهم هاجر أحد، أيا يكن هذا المباراة لك أمال حافظ عليها. نعم بلا شك، أول شيء اللاعب نفسه وناديه وفريقه ومدربه أيضا، لا ما في فريق يرضى بالخسارة، يعني يدخل المباراة فقط أو عينه على 3 نقاط. كل فريق يحتاج يعني يحتاج من هذه المباراة ما يريد، يعني يعمل على الفوز بغض النظر عن الفرق وآمال الفرق الأخرى. أتكلم عن مثلا حتى الفرق اللي فقدت
الصعود وضمنت البقاء. هي تقدم مباراة للتاريخ، هي تقدم مباراة لنفسه. في الأخير في نهاية الموسم هناك عقود تنتهي للاعبين، هذه فرصة للعيبة أنه يبرز نفسه ويعمل في كل ظروف المباريات. يعني الفريق لابد أنه يسعى إلى أنه يحقق الفوز بغض النظر عن سواء يريد الصعود أو يريد البقاء أو مباراة للتاريخ فقط. أبو هزاع زميل محمد، هذا أبو تركي من المشاهدين الكرام، أبو هزاع ضيوفك يتكلمون وكأن الجبلين فقد الأمل بالصعود، الجبلين زال باقين في المنافسة وبقوة على الصعود، تعليقك؟ نعم، الجبلين باقي ويعني المباريات الدوري الدرجة الأولى عودتنا أنه تحسن في اللحظات الأخيرة. يعني طبعا الامر الان لما تكون الامر بيدك، يعني زي فريق الطائي الامر بيد فريق الطائي، لكن لكن لا نستبعد يعني عرعر لاعب قبل الجوله قبل مباراه هجر مع الجبلين وبصعوبه خسر 1-0 بركله جزاء. صحيح، فممكن انه يقدم مستوى جيد وممكن يتعادل مع الطائي، ممكن يفوز على الطائي، لكن احنا نقول الامور تغيرت في هذه الجولة لصالح الطائي فقط. صحيح صحيح، الاقرب اصبح صحيح. الاقرب الطائي. وهذا الحقيقة ما اثني عليه، بس انا من باب متعدد الاراء نحن اخذنا راي ابو تركي والا ضيوف الجميع يعلم كل شيء. نعم كان الجبلين حقيقة ابو تركي في الجولة الماضية الامر بيده، في هذه الجولة انعكس الحال. نعم يعني هذه كرة القدم استاذ خضير، في موسم كان الانصار صاعد ولعب مباراه مع ابها لا 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 يعني لا تعنيها المباراه كثيرا، ففي اخر جوله تقريبا الجوله قبل الاخيره زي نفس وضع الجبلين الان، سجل هدف في الوقت بدل الضايع في الدقيقه 96، سجل هدف من نادي ابها رغم ان الانصار حافظ على فوزه وهو كان مطرود في من الشوط الاول منه لاعب، وفقد الصعود في ذلك العام، والعام الذي يليه صعد الانصار. صحيح، فتكون يعني تفاؤل تجربة جيدة. أنا مع المهم لا 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 الإحساس بالإحباط والإحساس بعدم القدرة وعدم يعني فقدان الفرصة. صحيح، تأثر بهذه نادي الجبلين عنده فريق ممتع قادر على الصعود. صحيح، في الموسم. صحيح، القادم. وأنا أشير الحقيقة لأنه أحد أفضل الأندية التي لعبت الكرة على الأرض كما يقال في موسم هذا العام هو نادي الجبلين، قدم مستوى فنيا ثابتا الحقيقة طيلة الدوري و متميزا. فاصلا أخيرا أيها الأكارم نذهب إليه ثم نعود للتحاور مع ضيوفنا، تكرموا بالبقاء معنا. ضربة جزاء بالدقيقة 90 يا سعود، سعود يستعد للتسديد، تسمع صوت الجماهير، سعود 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 سعود. كرة القدم تمشي في عروقنا، تنبض في قلوبنا، كبرنا معها، نصنع بها أيام وذكريات، تملأنا شغف نغني لها، نستنى أحداثها، نفتخر بها، تصنع لنا أبطال وكؤوس، وبكل فوز الأساطيرها نلعبها في كل مكان وزمان. Yeah.
نعيشه كل يوم. أنا أحب القصص الواقعية جداً وأسعى دائماً أني أنقلها. الإعاقة علمتني أشياء كثيرة، مهما كان ما تقف عند هذا الحد. طلع التشخيص أنه عندي مرض يعني يجي قصور في الكلى، يعني كنت أسمع فشل يعني ما في حياة. مبلغ 20,000 ريال لازم يطلع من الخزنة يطلع للشركة. كم المدة اللي أنت ما شفت أمك فيها؟ 17 سنة. القصص اللي مرت علينا في برنامج الناس للناس كانت فعلاً مختلفة. يا أقرب الناس لي يا بدر، الله أخذ مني نعمة الحركة وعطاني بدر صديق وروحي. في هذا البرنامج نجيب ضيف وبطل، البطل يكون قدم شيء مختلف للضيف، والضيف يجي عندنا هنا أمام الجميع عشان يشكره وينشر معنا ثقافة الشكر والامتنان. أول شيء أبغى أشكرك أنك دخلت حياتي وغيرتني الأشياء مرة كثير صراحة. زرعتي بداخلي جزء منك، حياتي كلها تغيرت بسببك أنت، وأنا عاجز عن كلمة شكر اللي ما تكفي حقك. أضحي بذهبي كله علشان خاطره. فعلاً الأم ما تعوض. حقول شكراً أولاً وأخيراً، الشكر لله، كلمة شكراً قليلة في حقي. الناس للناس من الأحد للخميس في 9:30 مساءً على SBC. مرحبا بكم من جديد أيها الأعزاء، ومرحبا بمن انضم لنا الخبير التحكيمي لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى الدولية السابق، كابتن ممدوح المرداسي. محمد أهلا وسهلا بك، حياك الله، سعداء بانضمامك لنا مجددا. وكان طبعا المباريتين اللي موجودات في النقل هذا أسبوع من سوء حظنا تصادفت مع مباريات الممتاز في يوم الثلاثاء الماضي، والمباراة الأربعاء استطعنا أن نأخذ منها المبارتين الأهمية في القناة السعودية الرياضية بنقلها. لكن في الإجمال كان ربما الوضع أهدى من الجولات التي سبقت الحقيقة في الحالة التحكيمية. صحيح، رحب فيك أبو هزاع، ورحب في المشاهدين والأستاذ فيصل مواجد والزميل محمد مرواني. صحيح والله زميل سابق، ها؟ ما يحتاج سنوات صولات وجولات. أبو خالد يعني ما يحتاج من الناس اللي زملناهم سنوات كثيرة. هو يحييك، اسلم، يمكن ما تسمع أنت الآن لكن. فطبعا فعلا الجولة هذه جولة هادية جدا، يعني ممكن بحكم أن حتى المباراتين كانت ما كان فيها حالات جدلية كثيرة، لكن إن شاء الله بنتكلم عن إسهاب من التحكيم إن شاء الله بالحلقة الأخيرة بشكل عام، بنفصل بالتحكيم أكثر. لكن الآن أخذنا المباراتين، طبعا هي ما كانت لما نقوله فقط، هي الشعلة والجبلين كانت بقيادة سامي الجريس وأحمد العتيق ومحمد الحنفوش وعبد الله الشهري. أخذنا منها 7 حالات. نشوف الحالة الأولى هنا. الحالة الأولى عندنا هنا طبعا كان في مهاجمة بتهور. الآن لو نلاحظ اللاعب، الآن لاعب الجبلين هنا، الآن الحكم كان قريب، زاوية الرؤية أمامه ما أدري يمكن ما قدرها صح، لكن هنا كان فعلا لو نلاحظ لاعب الجبلين ماخذ بتهوره، كان يجب احتساب خطأ لنادي الجبلين على الشعلة، ولكن يمكن قرب الحكم زيادة، يمكن ما قدر الحالة، ولا واضحة جدا ما كان في يعني زاوية الرؤية أمامه واضحة، ولا فيه اللعبة كانت في الهواء فوق، وبالتالي كان يجب على سامي أخذ الخطأ واحتساب خطأ للشعلة. نأخذ الحالة الأخرى. الحالة الأخرى هنا الآن مطالبة الشعلة باحتساب ركلة جزاء. الآن لو نلاحظ هنا، بس لا رجعوا شوي، أعطونا شوي هنا يا شباب، لحظة اللعب الكرة هنا الآن كان في خطأ، هنا الآن كان في خطأ للشعلة، الحكم أمر باستمرار اللعب، قاله تمشي، كان بيصفر وبعدين أشر، المفروض أنه يشر بيده حتى يتاحت فرصة، نعرف أنه يتاحت فرصة. الآن أشر بيده، فعلا كان في مبدأ يتاحت فرصة، وهنا الآن مطالبة باحتساب ركلة جزاء. بنشاهد الآن هل اللاعب الجبلين ارتكب مخالفة المدافع. هنا الآن لو نلاحظ الآن ما ارتكب اي مخالفة، بالتالي لاعب الشعلة تعثر، يعني ما شاء الله حتى تكوينه الجسماني كان، يعني اللاعب تكوينه الجسماني مرة ممتاز، بالتالي اللاعب سقط وكمل حتى، لكن لاعب الجبلين لم يرتكب اي مخالفة، وكان استمرار اللعب كان قرار صحيح. جبناها من الحالتين انه اتاحة فرصة كانت ممتازة من الحكم، ايضا هناك لا يوجد ركلة جزاء للشعلة. ناخذ الحالة اللي بعدها هنا
تسلل على الشعلة. وبنشاهد الآن أحمد العتيق هل هو كان قراره صحيح أو موقفه صحيح، وبنشوف نعلق عليها. هنا الآن الحكم كان موقفه صحيح، هنا الآن مع ثاني آخر مدافع، اللاعب اللي كان قبل الأخير هو اللي كان في موقف، هو اللي كان كسر التسلل. استمر اللعب الآن هنا لحظة لعب الكرة هي اللي حسبت التسلل، بالتالي اللاعب الشعلة الثلاثة كلهم كانوا موقف تسلل، وبالتالي كان قرار الحكم المساعد أحمد العتيق كان قرار صحيح. نشوف الحالة اللي بعدها، ندار لاعب الجبلين هنا الآن. هذه من الحالات اللي لو نلاحظ الآن اللاعب هذه يعني من أعلى درجات تهور، اللاعب الحكم منح انذار للتهور. لاحظ لاعب الجبلين هل هو يبغى يلعب الكرة فعلا؟ هل هو هناك منافسة؟ شوف لاحظ رقم 6 اللاعب هنا الآن ما كان عنده أبدا نهائيا، كان يعني تصل إلى مرحلة الإيذاء. ممكن الآن لو الحكم هذه استخدم فيها، أنا قلت لك إياها هي تهور لكن أعلى درجة تهور، ممكن لو طرد فيها لأن فعلا ما فيها محاولة لعب نهائيا ولا فيها منافسة، وبالتالي الحكم لو استخدم القانون بشكل صحيح أعلى درجة تهور ربما يمنح اللاعب طرد ويستبعد الملعب لأنه ما فيه أساسا منافسة على الكرة. ممتاز. نأخذ الحالة اللي بعدها، هنا الآن مطالبة الشعلة باحتساب ركلة جزاء. أيضا نشاهد الآن هنا اللاعب الحكم موقفه سليم، الكرة اتجهت إلى صدر اللاعب وبالتالي كان استمرار اللعب كان قرار صحيح. أنا دائما أجيب الحالات بالذات المباراة اللي ما اللي تكون فيها يعني عندنا متسع من الوقت فيها ما في إلا مباراتين، نفصل الحالات كلها كاملة. الحكم هنا موقفه سليم 100%، زاوية رؤية ما واضحة، الكرة ذهبت وبالتالي ارتطمت في الصدر ولا يوجد أي ركلة جزاء، واستمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم سامي الجريس. نأخذ الحالة اللي بعدها، انذار لاعب الشعلة دقيقة 84. نشاهد أيضا هنا واضح الانذار، واضح موقف الحكم، أيضا هناك ردة فعل من الحكم. الحكم دائما يكون ردة فعل، يمكن الأستاذ محمد المرواني معانا، ودائما الحكم إذا كان عنده حدث وجرى الحدث وأخذ زاوية الرؤية أمامه وشاهدوا اللاعبين أنه اللاعب الحكم حريص وأمامهم، ما يكون في ردود فعل من اللاعبين وبالتالي يعني يسيطر على الوضع، بالتالي كان انذار صحيح من لاعب على لاعب الشعلة. نأخذ الحالة الأخيرة بالمباراة، طبعا المباراة الهدف جاء تقريبا دقيقة 91، ونلاحظ الحكم دائما لابد أن يكون الحكم في الحدث دائما في أي لحظة. الآن هنا نلاحظ جبناها من حالتين، الحالة الأولى هنا هل يوجد خطأ، استمرار كمل، هل يوجد خطأ على لاعب الشعلة اللي 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 بالأخير تسجل هدف؟ بنشاهد هنا الآن نأخذها بالإعادة ونشوفها، ومعانا الشباب هنا الآن لو نلاحظ الآن بتبان عندنا هنا لاعب الجبلين هو اللي اندفع، وبالتالي بالنسبة لطبع المشاهدين زاوية الرؤية غير واضحة، ارجع شوي ورا ابو محمد هنا بس رجع شوي اصبعك على اللاعب انت هنا الان هنا اي نعم، بالتالي لو نلاحظ نشاهد الان لاعب الجبلين هو اللي فقد التوازن وسقط، وبالتالي لاعب الشعلة ما ارتكب اي مخالفة، الناظر يديه ممتاز ما ارتكب اي مخالفة، استمر اللعب طبعا خلوه تستمر، استمر اللعب ومررها، وبالتالي ايضا لا يوجد تسلل، وبالتالي بشكل عام الهدف كان صحيح. سامي الجريس وزملائه أجادوا في المباراة، وكانت مباراة من المباريات المهمة جدا. هذه يمكن المباراة هذه هي اللي عدلت مسار الصعود، أو بمعنى صح كانت من المباريات المهمة اللي تحدد الصاعد الثالث. صحيح. ناخذ المباراة الأخرى. أنا والله خليني أقاطعك بس شوي، أنا الحقيقة فرحت لأنه الحقيقة أنه يخرج طاقم تحكيمي طبيعي مباراة حساسة بهذه مثل الحالات من الهدوء، فهذا لنا جميعا الحقيقة. صحيح. احنا كنا زي ما قلنا احنا كنا نتمنى المباريات اللي تكون مهمة يكون فيها طاقم حتى يريح الفريقين يلعبون بيه. الحازم النجران، محمد اسماعيل، سعد الشبرمي، سعد الدهلاوي، وفريح الجلعود. وفريح الجلعود بركز عليه كثير. طيب. الحازم النجران عندنا أربع حالات تقريبا، الحالة الأولى بنشوفها هنا. هنا الآن لو نلاحظ الآن لاعب نجران لديه فرصة واعدة. أيضا هناك تهور، يعني إذا الحكم جابها من ناحيتين. هجمة واعدة وبالتالي كان يجب على الحكم منح الانذار. الان لو نلاحظ الان دقيقه كم 11 هنا الان لما انت الحكم يختبرونك اللعيبه طبعا لا وانت حتى اساسا اذا انت دقيقه 11 تتراكم عليك الاخطاء بتنتج عنها اخطاء وبنشوفها الحين نشاهدها، بالتالي هنا الحكم يجب انه يرسل رساله واضحه للجميع، انا ترى موجود واطبق الانذارات واطبق العقوبات الاداريه والفنيه، وبالتالي هنا العقوبه الفنيه موجوده لكن العقوبه الاداريه كانت ناقصه، كان يجب على محمد اسماعيل منح انذار لاعب الحزم.
نشوف الحالة الأخرى. هنا الآن 21. هنا الآن يمكن تكلمنا فيها أبو هزاع تحت الهواء. الحكم الرابع الآن، شاهد الحكم الرابع، تابع الآن. الآن هنا خطأ لنجران. الحكم الرابع ليش جاء هنا؟ فريح الجلعود ليش جيت هنا؟ تداخلوا بيناتهم يعني أنا أوكي، أنا الحكم موجود هنا عندي قريب، ليش أنا أجي هنا؟ أنا الآن عندي مهام، عندي مهام الاحتياط الفريقين، عندي مهام المدربين، عندي مهام. الآن لنفترض فرضا اللحظة هذه الآن لو جاء تبديل، لو طلب أي من الفريقين تبديل، وين الحكم الرابع؟ مو موجود. فأنا نصيحتي لجميع حكام الرابع، تابع أنت، صحيح أنك تساعد الحكم بالحالات التي لا تقع تحت نظره، لكن في أمور مهمة لك موكلة أهم من اللي أنت تتابعها. وبالتالي الآن شوف هنا قاعد يوجه اللاعبين، ما لك علاقة في اللاعبين، توجيه اللاعبين ما لك علاقة فيه، أنت مجرد هنا الآن قاعد يمنحهم، قاعد يتكلم معهم. فيجب أن الحكم الرابع طيب له صلاحيات معينة ما يتعداها وتكون أفضل له. نأخذ الحالة اللي بعدها، دقيقة 62. هنا الآن أيضا لما قلنا إحنا هناك ما منح إنذار، أيضا هنا واللحظة الآن لاعب نجران قام بمهاجمة بتهور، وبالتالي حتى اللاعب كان أصيب أعتقد وكذا، وبالتالي كان الحكم، شوف الآن حكم هنا، حكم هنا مستمر ما احتسب أي مخالفة، لا حتى هنا الآن لحظة رجع شوي بس الشباب فريم بس شوي بس القدم. هنا الآن اللحظة هذه شوف القدم واضح باللون الفسفوري، وبالتالي مهاجمة بتهور لم يحتسب الخطأ، وبالتالي أيضا لم يمنح الإنذار، وبالتالي هناك تفاوت في منح الإنذارات والعقوبات الإدارية. نأخذ الحالة اللي بعدها، الحالة اللي بعدها نشوفها يا شباب، اللي هي يمكن أعتقد الحالة الأخيرة اللي هي ركلة الجزاء. نشاهد الآن الدقيقة كم هنا؟ دقيقة 90 لما جبناها قبل شوي هنا. هنا الآن يجب الحكم يكون دائما في الموعد، خلاص الآن بأي لحظة يجي هدف، بالتالي الآن هنا ركلة جزاء. وشوف الموقع الحكم، كان قرار صحيح وزاوية الرؤية واضحة أمامه، يمكن الآن نشاهدها واعترضوا عليها لأنه ما شافوا اللي الآن إحنا نشوفه. تابع اللاعب النجران في لقطة واضحة أوضح منها، وبنشاهدها هنا شوف هنا، هذا الآن المنطقة هنا الآن مهاجمة على الوجه ومنطقة حساسة، وبالتالي أيضا يجب مع القرار الفني عقوبة إدارية بالإنذار. وبالتالي هنا الآن نبغى الحكام حتى في الدقائق الأخيرة يكون في الموعد دائم مستمر. بشكل عام أنا قلت لك الجولة كانت يعني جولة ممتازة جدا. بعض الأشياء احنا دائما بهزاع لما جبنا الحكم الرابع قبل شوي نجيب بعض الأشياء توجيهات للحكام يستفيدون منها، ترى يعني بلا شك ما تكون مجرد أن احنا نرصد فقط لا غير. نتمنى إن شاء الله أن الجولة الأخيرة إن شاء الله اليوم الاثنين يكونون فيه حكام في بإذن الله. المباريات طبعا يوم الأحد هناك كامل مباريات موحدة للدوري الممتاز وحكام النخبة الحقيقة حسب الأسماء التي ظهرت في ممتاز. وسائل الإعلام قائمة كبيرة من الحكام الجيدين بالنسبة للسعوديين. هذا الاختيار لهذه الأسماء ألا يؤثر على خياراتنا في الأولى؟ والله شوف يعني المشكلة احنا لجنة المسابقات تتمنى في الموسم هذا انتهى، أتمنى من لجنة المسابقات ان توصل رسالتي ذي انه يكون في شوي، يعني في الاسبوع الماضي كان في تقريبا 5 أو 6 جولات كانت في دوري الدرجه الاولى وايضا في دوري المحترفين. نعم. فبالتالي انا حتى كلجنه انا بتكون عندي خيارات قليله شوي، فلكن لما انت تحطها في يوم ويوم انا ممكن انا استند بالذات، خصوصا صراحه خلينا نعترف انه الموسم هذا موسم استثنائي بالنسبه للحكام. صحيح، ما في حكام، ما صحيح في ما تقدر تستفيد العناصر الاجنبيه العوامل كورونا. أتوقع بإذن الله أنه ونأمل أن تكون الجولة الأخيرة على مستوى الحدث من ناحية الجودة التحكيمية. طبعا أكيد عندنا مباراة نجران وعفوا مباراة الجبلين والطائي والجبلين وأيضا والساحل وأيضا الطائي وعرعر وأيضا مباراة اللي في طرف النهضة وأيضا في مباراة لدينا النهضة والشعلة ولدينا البكرية والعدالة. نعم، الأربع مباريات دي أنا وجهة نظري تكون فعلا اختيارات الآن ممتاز. طبعا تم التكليف، لكن أتمنى أن نكون فعلا الحكام جميعهم خصوصا المباريات هذه الأربع أن تكون في الحدث، حتى إيش تكون مبدأ العدالة، حتى الفرق ترتاح، حتى كذا نتمنى. الأخطاء موجودة أكيد ما في شك، لكن ممتاز. ما نبغى أخطاء مؤثرة تكون على سير المباريات. وهذا ما نتمنى لك، كل الشكر والتقدير لجهودك معنا الحقيقة في هذا الموسم الدولي السابق ممدوح المرداس. نلتقيك إن شاء الله في الحلقة القادمة، وهي ربما تكون الحلقة الأخيرة لنا في حلقات هذا الموسم إن شاء الله الأسبوع القادم، ونكون قد أنهينا كامل هذا الموسم. كل الشكر والتقدير لكم محمد. الله يحييك، الله يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا أستاذ ممدوح المرداسي. فيما يخص التنافس
الصعود والتسابق عليه والبحث عن البطاقة الثالثة. البطل نادي الحزم، الثاني الفيحة، الثالث ترى من هو صاحب الخطوة الأقرب. إذن الطائي مع المهندس فهد بن طلال الخشرمي فنان الكاريكاتير للبرنامج يتقدم بخطوة على نادي الجبلين. هنا حسن الشمراني وكارلوس ديمورا كابتني الفريقين، وهناك من ينتظر بشعار مسابقة دوري للمحترفين، دوري من حمد بن سلمان للمحترفين، والحزم والفيحة يراقبان عن بعد. الله يعطيك العافية مهندس فهد، شكرا جزيلا، دائما مواكب الحقيقي للحدث وفي الموعد بالنسبة لاختيار المواضيع. قبل أن نذهب إلى طبعا عن المباراة القادمة، هذا المدرب الوطني القدير واحد الحقيقة المحللين السابقين في القنوات السعودية الرياضية العزيز الأستاذ إبراهيم بن نصر الهدهود يرى بأن برأي أن دوري محمد بن سلمان للمحترفين سيكون أكثر قوة بحضور الأندية الصاعدة، فقد كان لها تجربة في الدوري الممتاز وحضورا قويا. النادي الذي يصعد صحيح، وأيضا من سيصعد كان له تجربة سابقة في الدوري الممتاز. يشير الأستاذ إبراهيم بنصيحته للأندية الصاعدة حسن اختيار الأسماء الأجنبية والتعامل مع الجولات الخمس الأولى بتركيز وقوة وحصد أكبر عدد من نقاطها لضمان البقاء. بالفعل من الأهمية مثل العنصر الأجنبي والخمس مباريات الأولى، رغم أن دائما الجدول الحقيقة يضع صاعد من الأولى مع بطل الدوري. أختلف معه في نقطة تجربة الطائي، يعني الطائي أول خمس جولات صفر من النقاط. لا، يتحدث خمس جولات في الدوري الممتاز يجب أن يكون صاعد. بلا شك بلا شك بلا شك الجولات الأخيرة فيها صعوبة والتركيز يعني صراحة مشتت، لكن بداية الجولات فعلا الدافعية للفريق أنه يقدم مستويات ونتائج مقرونة بنتائج، دافعية اللاعبين، دافعية المدرب والإدارة، يعني التحفيز النفسي، الحضور الذهني لابد أن يكون حاضرا، وبالتالي استغلال هذا الأمر. وحتى الفرق المنافسة لم تكتمل جاهزيتها بعد، وخاصة الأندية الجماهيرية، فبالتالي من الإمكانية من الممكن أنك تحصل نقاط وربما تفوز على الأندية حتى المنافسة على تحقيق اللقب. فيما يخص مباراة الجولة الأخيرة، مباراة الأسبوع 38، ستكون هذا طبعا هذا اسبوع موحدة، احنا كنا نأمل الحقيقة ان تكون الثلاث جولات الأخيرة كما عودتنا لجنة المسابقات في سنوات سابقة، ان الثلاث جولات الأخيرة تكون موحدة. ربما هناك اسباب لا نعلمها دعتهم لعدم التمكن من توحيد مباراة الجولات الثلاث الماضية، لكن على كل المباراة جميعها ستكون بإذن الله يوم الاثنين القادم. عرعر سيلتقي بالطائي، جمع مباراة 9 مساء، الدعية والجيل في الرياض، الثقبة والخليج في الخبر، الكوكب وهجر في الخارج، نجران واحد في نجران، الجدة والنجوم في جدة، الجبلين والساحل في حائل، النهضة والشعلة في الدمام، البكيرية والعدالة في البكيرية، والفيحة والحزم في المجمع. خلنا نروح أستاذ محمد الله يسلمك، عجر عرعر والطائف طبعا لقاء الأهمية الحقيقة، هو أكثر نتوقع أكثر نسبة مشاهدة ستكون حاضرة في هذا اللقاء بحكم قرب نادي الطائي من حسم البطاقة الثالثة. عرعر ودعناه قبل عدة جولات إلى دوري الدرجة الثانية، التقديم المبدئي منك لهذه المباراة. والله أستاذ خضير، بالنسبة لنتيجة عرعر الأخيرة مع الهجر، إذا ما نظر الطائي لنتيجة عرعر ويعني دخل المباراة براحة، فربما تكون الأمور غير جيدة لهم. يعني عرعر نعم خسر بثمانية، لكن ربما يريد أن يضع له بصمة في نهاية الدوري، ولكن إذا نظرنا للعوامل الفنية والفوارق في جميع الأمور نجدها في صالح الطائي والأمور بيده. إذا ما تخلصوا من الضغط النفسي واللعب بأريحية كبيرة، ربما يفوز يعني الطائي بنتيجة ربما تكون يعني محسومة من الشوط الأول.
المباراة يعني مباراة الدرجة الأولى عودتنا يعني عرعر زي ما قلنا، خسر من الجبلين بركلة جزاء في الجولة قبل الماضية، قبل أن يقصر من حجر بهذه النتيجة الكبيرة. الأمور شبه يعني محسومة لفريق الطائي بنسبة يعني بنسبة كبيرة، إلا إذا ما استبعدنا المفاجآت اللي يمكن أن تحدث في دوري الدرجة الأولى. صحيح دوما يعني أحسنت، هو الدوري متقلب والحقيقة ميزته في إثارته وفي مفاجآته ترى دوري الأولى أكثر من المستويات الفنية. طيب في هذا الإطار طبعا في لقاء فيما يخص لقاء عرعر والطائي، المبادرات كثيرة والمبادرون من جانب نادي الطائي والمحفزون كثر بلا شك لجماهيرهم لمحاولة العودة للدوري الممتاز بعد غياب 19 عام قضاها نادي الطائي في دوري الأولى. فقد أعلن الأستاذ إبراهيم بن علي النصار عن عضو شرف نادي الطائي طبعا عن دعمه لجماهير ناديه بتجهيز 5 حافلات لنقلهم من حائل إلى عرعر لمساندة النادي. كما أعلن نادي الطائي عن تقديم رجل أعمال أستاذ راضي سنيد لشراء جميع التذاكر المباراة القادمة مباراة عرعر والطائي والتي طرحت من يوم أمس في المبيعات في نادي طبعا عرعر، اشتراها كاملة درجة العادية وأيضا المنصة. إذن التحفيز للجانب نادي الطائي حاضرا هو الأمل يعود لك بعد أن كنت لست ببعيد عنه، ولكن هناك من يسبقك إليه بخطوة. خطوة أخيرة، والآن كل التركيز على تحقيق هذه النقاط، والعرعر ليس لديه ما يخسره، قد يكون في الأجواء عرعر وربما يقدم مباراة جميلة جدا، وقد ربما عرعر يحرج الطائي في المستويات لأن ليس لديه ما يخسره. لكن الآن الطائي يعني الأمور كلها بيديه وقادر على حسم هذه المباراة، وخاصة أن عرعر في المباراة الأخيرة خسر بنتيجة ثقيلة 8 أهداف. الطائي لن يفرط في هذه المباراة، سيحقق سيعمل بكل جدية وسيجد كل تحفيز، واللاعبين لديهم الإصرار لتحقيق هذه المباراة إلا إذا كان عرعر لديه رأي آخر. الجبلين والساحل ليس طبعا بإمكانك إلا أن تفوز وتنتظر نتيجة الآخرين تقديمك للمباراة. دوري الدرجة الأولى مثير، والجبلين لن يتخلى عن هذه المباراة، سيقدم كل ما لديه، وخاصة أن المباريات في توقيت واحد الذي تمنيت أن تكون آخر جولتين أو 3 جولات في توقيت واحد. كما هو الحال دوري المحترفين آخر جولتين كانت موحدة التوقيت المفترض الحقيقة، وهذا المفترض. لكن الجبلين سيواجه الساحل، مباراة صعبة لكن الجبلين لن يتخلى عنها، خاصة أن لديه فرصة للصعود إذا ما تعثر الطائي. طيب في دقيقتين تبقت معنا من البرنامج زميل محمد، طبعا النهضة والشعلة هي البطاقة الرابعة والأخيرة للهبوط، بينهما أفضلية المواجهات المباشرة لمصلحة نادي البكيرية، فوزهما سيصل إلى النقطة 42 الأفضلية لنادي البكيرية. النهضة سيلتقي الشعلة في الدمام. ما ينطبق يا أستاذ خضير على الطائي، ينطبق على البكيرية في هذه المواجهة. صحيح. البكيرية بيده الأمر، والبكيرية فريق يعني حقيقة يعني لديه يعني عدم يأس. أنا يعني من بداية الدوري كنت أتوقع أن البكيرية كل ما يخطو خطوة يرجع إلى الخلف 4 خطوات 5 خطوات، لكن أعتقد أن عنده إدارة واعية، عنده مسؤولين جيدين، استطاعوا انتشال الفريق حتى وصلوا للمرحلة الأخيرة وهي حصاد الموسم. حصاد الموسم أعتقد أن يعني من الصعوبة، يعني رغم أن العدالة فريق جيد، من الصعوبة أن يتخلى البكيرية عن حلمه بالبقاء. يعني كان يحلم بالصعود العام الماضي. صحيح. لكن ربما الظروف تغيرت، وربما النقطة هذه تعيد البكيرية للمنافسة في الموسم القادم. طبعا النهضة فريق عريق وفريق له تاريخ في دوري المحترفين وفي دوري الدرجة الأولى وفي يعني شيء مؤسف أن فريق زي نادي النهضة أنه يغادرنا إلى دوري الدرجة الثانية، وأنا أرى أنه هو الأقرب رغم ان المباراة نادي الشعلة يعني فريق مستقر فنيا وربما
يريد أن حسم المركز نعم. الخامس أو يحسن موقعه في الترتيب الدولي العام. كل الشكر والتقدير لك أستاذ محمد المرواني الإعلامي الرياضي من المدينة المنورة، كل الشكر والتقدير للزملاء في تلفزيون المدينة المنورة أستاذ حسن الحجيلي مدير الإنتاج والزميل فيصل الحجيلي في محطة تلفزيون المدينة المنورة، كل الشكر والتقدير لهم ولكافة الزملاء هناك فردا فردا. نتلقيك أبو خالد في مناسبة قادمة بإذن الله، كل الشكر والتقدير لك زميل فيصل المويجد الإعلامي الرياضي، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا أبو خالد، شكرا يعطيك العافيه. شكرا فيصل، شكرا ابو هزاع، ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله. ان شاء الله في الخدمه، واتمنى ابارك للفرق الصاعده وهارد لك للفرق الهابطه. يستاهلون كل التهنئه والتبريكات، كل الشكر والتقدير لمن قدم جهدا للبرنامج، الزميل ماجد مديفر مخرجنا والزميل حسام الجابر مساعد المخرج وكافه الزملاء الفنيين معنا في اعدادنا عبد الرحمن العجمي وسعود هيف القحطان، يعطيكم الف عافيه. نلتقيكم ايها الاكارم في حلقه قادمه بمشيئه الله تعالى. دائما وابدا نقول لكم دمتم بخير وعافيه، حفظ الله الوطن وقيادته من كل سوء ومكروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسري في عروقها.